السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة وعشاق النادي الأهلي. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة، وحتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. سوف ننقل لكم البث المباشر وبجودة عالية وبدون تقطيع لمباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي ستجمع بين النادي الأهلي المصري وفريق يانج أفريكانز التنزاني. في المباراة المهمة التي يسعى فيها الفريقين من تحقيق الفوز واختناص نقاط المباراة الثلاث، ويسعى فيها النادي الأهلي من أجل الفوز والمنافسة على لقب البطولة. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة، وحتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة، حيث سننقل لكم هذه المباراة المهمة التي ينتظرها محبي وعشاق النادي الأهلي. وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. استعدوا لأن ستنطلق المباراة بعد قليل، ومن الممكن متابعة المباراة أيضا عبر القمر القطري المفتوح سيلسات عبر الترددات المعروضة على الشاشة، وعبر قمر النيلسات عبر القنوات المدفوعة مسبقا. ولكن لا تقلقوا، سوف نبث هذه المباراة على قناتنا وبجودة عالية وبدون تقطيع. كل ما عليكم هو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة، وحتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. فتابعوا القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.